شكل يوفنتوس من دون أنطونيو كونتي؟ هذا هو السؤال الذي يطرحه الجميع قبل انطلاق الموسم. ما هو أكيد أن اللاعبين لن يسمعوا الصراخ الدائم الذي كانوا يسمعونه طوال المباراة. الجمهور لن يتفاعل مع مقعد الاحتياط كما كان يفعل مع كونتي، وعلى الأرجح ستفتقد كاميرات النقل المباشر ردات فعل وتعابير كانت تملأ الشاشات. كل هذا صحيح، أليجري ليس كونتي، شخصيته مختلفة. والمدرب الفائز مع ميلان بلقب الدوري عام 2010 يعلم أن المهمة لن تكون سهلة، فهو يصل إلى فريق فاز بسكوديتو لثلاثة مواسم متتالية، ولو أن نافذة دوري الأبطال تعطيه دفعا قويا فمن الصعب تكرار خيبة الموسم الماضي. مع تغيير المدرب سيتغير شكل وأسلوب الفريق على الأرجح، ولو أن الأمر يحتاج لبعض الوقت مع أليجري، فالانتقال من اللعب بثلاثة مدافعين لأربعة ليس سهلا، وتغيير أسلوب اعتاد عليه اللاعبون وحفظوه عن ظهر قلب لن يكون بين ليلة وضحاها. مع مجيء إفرا وموراتا، بيريرا ورومولو وانتظار مهاجم كبير، ومع رحيل كواليريلا وفوشينيتش سيتغير شكل الفريق خاصة في الناحية الهجومية. كيف سيكون شكل يوفنتوس من دون كونتي؟ سؤال يمكن الإجابة عليه بسؤال آخر، كيف سيكون شكل يوفنتوس مع ماسيميليانو أليجري؟ من ميلانو، حسين ياسين، بي إن سبورتس.